عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كنت واجد هنا في مرجان مدينه بركان، ان شاء الله نديروا واحد النظره على هذا الخرفان ديال عيد الاضحى ان شاء الله. غادي نشوفوا الثمن شحال راه كيديروا. كما تشوفوا هادو هما الخرفان ديال مرجان لمدينه بركان، يلا تحطوا هذا النهار ونشت الناس كيجيو كيشريو. كاين الناس كاين واحد الاقبال قليل، ولكن رغم راهن الغلاء، ولكن الثمن كما غادي تسمعوا الاخوان هو 68 درهم للكيلو. يعني الثمن زعما الصراحه الغلاء بزاف زعما الصراحه 68 درهم للكيلو. كما راكم تشوفوا هنايا هادو هما الخرفان ديال مرجان في مدينه بركان، يلا تحطوا هذا النهار النهار الاول تقريبا 68 درهم الكيلو. كما راكم تشوفوا معايا هنا راه كاين اللي يجيب 50 كيلو، كاين اللي يجيب 55 كيلو، راه كاين اللي وصل حتى 4000 درهم 3700 درهم، كاين اللي وصل تقريبا 3000 درهم فيه تقريبا صغير. كما غادي نشوفوا ان شاء الله هنا بحول الله. كما تشوفوا هادو هما الخرفان 68 درهم الكيلو جرام مرجان مدينه بركان. كما غادي تشوفوا معايا هذا راه غادي يدار غادي يمشي يوزنوا. كما راك تشوف هذا غادي يوزنوا، هذا شي واحد بغى يشري غادي يوزنوه. هانتوما العمليه ديال الوزن كيفاش الطريقه ديالو، غادي يديرو في الصندوق وغادي يوزنوه ونشوفوا تقريبا شحال يجيب لنا كيلو. هذا تقريبا هذا نشوفوا شحال غادي يجي من كيلو. كتشوف حوالي موين، انا ما سولتوش ولكن سمعت الناس كيقولوا يعني غادي توزن دروك هنا بالكيلو. كما راكم تشوفوا هنا يعني ربما راكم سمعتوا معايا قال له 48 كيلو ولا تقريبا 48 كيلو فيه. شفتوا صغير وما فيه والو خفيف، كما شفتوا معايا راه 48 كيلو وراه الوزن ديالو خفيف الصراحه وغالي، راه تقريبا 3200 درهم تقريبا ولا 3300 درهم اللي فاش واصل تقريبا قريب 3300 درهم تقريبا. كما شفتوا هنا وخفيف حتى الوزن ديالو ماشي ثقيل وجايب قال لك 48 كيلو. زعما الصراحه راه الغلا، زعما الصراحه راه الغلا احسن العون والله للجميع. راه المواطن زعما القدره الشرائيه راه صعيبه بزاف باش تشري الحولي بهذا الثمن. هذا راه الغلا حتى بالكيلو راه غاليه، 6800 درهم للكيلو راه غالي بزاف كما راكم تشوفوا. نتمنوا الله عز وجل ان شاء الله كلشي الناس تعيدوا ويرخص شويه الحولي، لان راه باقي شي ايامات عاد ان شاء الله بحول الله، لان راه هذه البدايه ديالو راه غاليه بزاف الصراحه على المواطنين، غالي بزاف يعني غالي كاع بزاف بزاف غالي، راه حتى بالكيلو غالي. ولا تمشي للسوق راه اكثر من هذا الشيء هذا في السوق. الله نتمنوا ربي يرحمنا ويرحم جميع المسلمين وصافي داك الشيء اللي نطلبوا. كما راكم تشوفوا هنايا هذا هي الحواله ديال المرجان هذا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو وتشاركوا في القناه وعطينا الراي ديالكم في هذه 68 درهم الكيلو. كي جاتكم هذه واش غاليه ولا رخيصه؟ نتوما تعطيونا التعليق ديالكم والاراء ديالكم ان شاء الله بحول الله. نتمنى يكون عجبكم الفيديو.